مستمعينا مثل ما وعدناكم رح يكون معنا طبعا بير إليخ نايسر المتخصص بالأحوال الجوية من الولايات المتحدة الأمريكية، رح يعطينا فكرة عن اليوم وبكرة طبعا لأنه في تلج وفي منخفض جوي. بير إليخ بونجور. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ كيفكم بالبردات؟ برد منيح، بارح بالليل كتير كان برد. إذا على الساحل هيك اليوم قلت كيف لكان شربل بميروبا وأعلى شوي؟ يعني المناطق اللي بقعي العالم جلدوا، كل المناطق الجبلية حسوا كتير ببرد قارس جدا. أنت قلت هيدا الشيء أساسا بالمقابلة الأخيرة، قلت أنه رح يكون برد قارس وسقع كتير. يعني كل شيء برقلي عم نقوله عبر فيم أف أم وأحلى صبحية معك كله عم بيكون دقيق ومية بالمية، يعني عم تزبط معك الأمور كلها. يعني نحن عم نحاول نوصل لكل اللي عم بيتابعونا كل النماذج، كل الرادارات والأقمار الصناعية شو عم بتوصل من تحديثات. نعم. وهيدي القراءة حلو تكون علمية منطقية بعيدة عن التهويل مثل ما بيقولوا. أكيد. فنحن اللي عم نعمله هلأ نيوبنا نقدمه للناس هو الوضع الكانوني يلي نحن معودين عليه بكانون، إنه نشوف برد ونشوف سقعة ونشوف ثلج، ما في شيء خارج العادي يعني. نعم. منخفض جوي وقته أصلا. هيدا وقته. ايه. عود البردات وقتهم يعني مش رح يجوا بقدار. ايه. أوكي. نعم. شو بدك نبلش لنبلش؟ أنا حاضر. يلا منبلش بالشتاء وبعدين مننتقل على التلج والهواء. أوكي. بالنسبة أول شيء لوضعنا يلي جاي علينا هو منخفض جوي سريع أو إذا بدك حالة عدم استقرار مدتها تقريبا شي 20-22 ساعة. هيدا الشتاء يلي جاي من المناطق الشمالية من البحر الأسود، يعني من شمال تركيا نازلة هالكتل الرطبة على لبنان، رح تتجمع نهار الخميس اليوم بعد الظهر وتبلش تفوت الأمطار بشكل تدريجي نهار الخميس علينا. تشتد غزارتها الخميس بالليل حتى توصل للذروة نهار الجمعة من الساعة 3 فجرا ولغاية الساعة 10 تقريبا 10:30 صباحا بتتلاشى حالة عدم الاستقرار، منفوت بالمرحلة اللي هي شوي صعبة، المرحلة الباردة والجليدية رح احكي عنها بعدين. يعني الجمعة تقريبا قبل الظهر بتتلاشى وبيصير في تدني كتير بدرجات الحرارة. هيدا من ناحية الوضع العام المنخفض تبعنا. نعم. أو حيث عدم الاستقرار. أوكي. هلأ الهواء ليش رح نحس نحنا بهالبرد القوي؟ اليوم الهواء رح بيكون اتجاهه الخميس من الظهر وبالطالع شمالي غربي، يعني نازل من غرب تركيا عم بلف على قبرص وجاي علينا، رح يضرب المناطق اللبنانية وجبال الغربية والساحل بسرعة 50-60 كيلومتر بالساعة، رح نحس انه الدنيا برد وعم بتسقع الدنيا. نعم. ورح بيزيد معه هالأمطار عم بيقربها على لبنان. اما الرياح فجر الجمعة رح بتصير عمودية من تركيا والبحر الاسود، رح تنزل علينا بسرعة 70-85 كيلومتر بالساعة. يعني هوا شمالي مثل ما بيقولوا بقص المسمار. ليه بيقولوا بقص المسمار؟ من حديت السقعة بأنه بيطق المسمار قد ما السقعة بتبقى قوية. يا رب الله يساعد الناس بالجبال. لما كنت ببوسطن في 2007 ظهرت حرارة 35 تحت الصفر. فقالوا لي العالم انتبه ما تفرك دينك أحسن ما تطق الدينك أنت ما بتشوف عليا. قد ما سقعة طبعا. قد ما 35 تحت الصفر يعني شو؟ إيش؟ إيه. فالبرد الهواء الشمالي رح ينزل من تركيا بسرعة 85 كيلومتر بالساعة، أكيد مناطق جنوبية رح تشوف على الساحل ارتفاع بموج البحر، وهون رح تقلب الأمطار إلى ثلوج على ارتفاعات معينة، رح أحكي عن الثلج هلأ بس. نعم. نحن عم تنخلص قصة الهواء. أوكي. بالبقى بيضل الهواء على 50 كيلومتر بالساعة 55 كيلومتر بس، أكتر شيء رح تكون ناشطة بعكار والمناطق الساحلية كلها سوا. ننتقل هلأ نيل للهطولات. في عنا نسبة الأمطار يلي رح تتوزع بشكل متفاوت بين منطقة والتانية. منشوف أنه أعلى نسبة أمطار
هي راح بتسجل ك 60 مليمتر، 50 60 مليمتر، هي من جوني لبيروت للدامور للناعمه للصيدا ولسور الخط نعم الساحلي. اوكي. اما درجه ثانيه من الامطار يلي راح بتسجل بين 30 و 45 مليمتر بهالفتره، طرابلس، الكوره، البترون، بشرز، غرتا، جبيل، كسروان كله سوا، المتن كله سوا، شوف حمانه، بحمدون، علي، بعقلين، بنت جبال، النبطيه، البقاع الوسط والبقاع الغربي. قسم من هالامطار يلي هي بالدرجه الثانيه رح ينتقل لثلج على الارتفاع 800 متر وما فوق. اما ال 700 متر رح بتكون الثلوج فيه عاديه وخفيفه وخجوله. نعم. انه بتتلج بس يعني بتصير قشره تقريبا. مزبوط. على 700 متر رح نشوف قشره او رح تلون شوي الطبيعه ايه. مثل ما بيقولوا، بس انه هال 30 و45 ملم من الدرجه الثانيه بكل المناطق الجبلية فوق ال 700 متر الجمعة الساعة 4 بتتحول لثلج. أما الدرجة الثالثة عند بقاع شمالي عند دمشق وعند يبروت، البقاع الشمالي ثلاث أرباع الأمطار يلي هي رح تكون تقريبا 20 ل 25 ملم كدرجة ثالثة، ثلاث أرباع الأمطار بالبقاع الشمالي رح يقلب لثلج. ليش؟ لأنه قوة الأمطار رح تكون أكثريتها من الجمعة فجرا للساعة 10 ونص صباحا. اوكي. هاي بالنسبه للهطولات. اوكي. هلا رح نحكي شوي عن الثلج. نعم. الثلج اجمالا هيدا بهم الناس كثير. ايه. الثلج. الثلج اجمالا كحراره جاي على لبنان ورح تسيطر على لبنان، معدل او بالاحرى المستوى الثلجي بلبنان هو رح بيكون كمعدل عام على 700 متر. على 700 متر. التراكمات الملحوظة يلي رح تبلش تلوين هي بال 800 وطلوع، بتشتد أكثر على 900 وطلوع. نعم. يعني مفترض على 800 بحسب الرادار. نعم. عطينا 800 متر 2 ل 4 سنتيمتر. اه. على 900 عطينا من ال 5 ل 9 سنتيمتر. من ال 1000 لل 1100 متر في عندي من ال 9 ل 13 سنتيمتر. هلا رح احكي ليش هيد التراكمات. اوكي. من ال 1200 لل 1400 عندي من 13 ل 19 سنتيمتر. من ال 1005 لل 1007 عندي من ال 20 لل 25 مليمتر. من ال 1900 لل 2100 عندي من 30 لل 40 مليمتر تقريبا. نعم. ليش هال 5 و9 و9 و13 و13 و16؟ لانه الشتي اللي ببلش بالخميس بعد الظهر هيدا شتي، يعني درجات المليمترات خسرنا منهم، لنقول خسرنا من ال 40 ملم و 45 ملم، خسرنا 10 ملم. شو بقي لنا تيسير ثلج؟ يلي بقيوا بدهم ينتقلوا لثلج، لهالسبب التراكمات مش رح نشوفك عاصفه ثلجيه واو. اوكي. يعني أوكي. الشتي يلي راح اللي بقي من الشتي بده يقلب بيقلب ثلج. نعم. هودي هن السنتيمترات يلي بدهم ينتقلوا. نعم. هون انتر بارانتيز انا بحط لهم كمان في محلات رح نشوف شويه تراكم اكثر، يمكن على 900 يمكن على 800. ليش؟ لانه عامل الهواء وسرعه الهواء الشمالي نعم يلي هو بارد جدا رح بخفف تراكمات من هون رح يعمل تراكمات هون. هيدا هيدي لعبه الهواء كثير مرات بتعمل نعم هيك اشياء. نعم. يمكن انا بقول مش عم بشوف انه التراكم لانه عندك سرعه هواء ما زالت 50 و60 كيلومتر بالساعة. الرادار بيعطيك نسبة رطوبة ونسبة البرودة قديه بده يصير في تراكم، الرادار ما بيعطيك حساب سرعة الرياح قديه بده يشلك الثلج يكبه شمال يمين. نعم. من هون بتتشكل النسفات، ساعتها بنقول نحن فتنا بالنسفات، بتصير في المناسف الكبيرة. اوكي، هلا هيدا المنخفض خميس وجمعة. خميس وجمعة. الجمعة بيتلاشى. الجمعة بيتلاشى مبدئيا. اوكي. أنا هون بدي ركز على بين هلالين. نعم. على حالة استثنائية هي عكار. عكار ليه؟ وجنوب سوريا لأنه نعم. الكتل الباردة والرياح الشمالية الباردة جدا رح تضرب عكار بشكل مميز بشكل لافت. هون رح قلن أنه الهطولات ممكن تلامس التراكمات الثلجية 600 متر والثلج يلامس 550. ايه، لأنه في عندي نسبة هطولات كتير يعني مقبولة بس الحرارة متدنية جدا. يعني عندي شدرة رح تشوف الثلج، ممكن عندي سنديان رح تشوف الثلج، لقبيات رح تشوف الثلج، البيرة رح تشوف الثلج. نعم. عيدامون وعندي هودي المناطق ممكن يلامس الثلج فيهم كمناطق شمالية، والهرمل كمان، يعني كل هال
عم بقول عنه انه رح بيكون فيها قوة هواء شمالي بارد، هيدي حالة استثنائية العكار عم بحطها بين هلالين. اوكي. مثل ما قلت لك مرة الماضية انه في مناطق 700 متر بالبقاع رح تلامس 700. نعم. اوكي. يعني منخفض جوي بيضاين يومين، بس بدي اسألك بير إلي من بعد هالمنخفض الجوي، يعني الجمعة الظهر بعد الظهر بتتلاشى، سبت وأحد التأس مشمس. أكيد الجمعة عشية في بس في برد درجات الحرارة. ايه. يعني المناطق البقعية رح تصير الحرارة فيها 7 تحت الصفر لـ8 تحت الصفر. على المناطق الساحلية رح نشوف حرارة بالشمال 4 درجات لـ5 درجات بطرابلس. بيروت رح تكون تقريبا 6 درجات بالليل. بالمناطق الجنوبية رح تكون 8 لـ9 درجات. على الارتفاع 1000 متر رح تكون 5 تحت الصفر، وبالأرز 17 تحت الصفر. السبت رح ترجع بتطلع شوي درجات الحرارة، البقاع بيكون عندي 4 تحت الصفر، الساحل 8 درجات عشية. نعم. بالأرز 10 درجات. والأحد كمان بيضل في برد للثنين تنبلش نحس انه الكتل الدافية عم بتفوت لبنان وعم تتلاشى الكتلة القطبية. في شي جاي الاسبوع المقبل؟ لانه بعرف عندك خرايط. يعني بتذكر لما قلت لك منخفض ورا الثاني مثل السنة الماضية؟ مظبوط. يعني رح تكون عنا استراحة جوية تقريبا 4-5 ايام، والمحيط الاطلسي رح يرجع يكب علينا خيرات وامطار. اوكي. على كل نحكي عن الاسبوع اللي جاي بوقت تاني. هلا خلينا بهيدا المنخفض. انا بدي اشكرك كتير بير إلي، شكرا على كل المعلومات الدقيقة. اهلا وسهلا فيك دايما باحلى صبحية. ميرسي بير إلي خنايس.